شوف، اختيار ضيوف شاهد على العصر يقتضي أن يكونوا فعلا شهودا على العصر، صناعا للأحداث أو كانوا شهودا على هذه الأحداث. لو رجعت إلى عصر الحسن الثاني ملك المغرب، ستجد أن أفضل شخصية كان يمكن أن يقدم شهادة هو عبد الهادي أبو طالب. ولذلك يعني شهادة عبد الهادي أبو طالب ستبقى أيقونة كشهادة على عصر الحسن الثاني. عصر الحسن الثاني كان به بعض السلبيات التي عبر عنها كل من حشاد وأحمد المرزوقي. أيضا هناك شاهد مغربي احنا تكلمنا عنه، وكان موجود في فترة النضال المغربي قبيل الاستقلال أيضا، وقدم شهادة وفية في هذا الموضوع. لكن الحسن الثاني وقع عليه انقلابان أو محاولات انقلابية مرتين. مرة المرزوقي كان شاهدا على المحاولة الأولى، وكان صالح حشاد شاهدا على المحاولة الثانية. ولذلك لو جيت توجد عصر الحسن الثاني هتجد أن الجانب السياسي بطوله وعرضه غطاه، قام بتغطيته بشكل واف وزير خارجيته عبد الهادي أبو طالب. وإذا جئت للمحاولتين الانقلابيتين وهما من العلامات البارزة في تاريخ الحسن الثاني، ستجد أن شهادة المرزوقي غطت المحاولة الأولى، وشهادة صالح حشاد غطت المحاولة الثانية التي قام بها أفقير. وبالتالي احنا دائما في التاريخ نبحث عن الأحداث البارزة وما هي الشخصيات التي كانت حاضرة أو مشاركة حتى تقدمها إلى الناس. وأعتقد أن أجيالا كثيرة من المغاربة لا زالت تتعرف على تاريخها من خلال هذه الشهادة. كيف استطعت أن تقنع شخصية مثل عبد الهادي أبو طالب؟ يعني ده سؤال مهم جدا، لأن إقناع الشهود بالمشاركة في البرنامج مهمة شاقة، لأن كثير من الشهود يعيشوا في أنظمة يخشون من أن يتحدثوا فيتعرضوا للأذى أو يتعرض أبنائهم، كما حدث مع بعض الشهود المغاربة الذين قطعت معهم شوطا في الإقناع والإعداد ثم اعتذروا في النهاية لأن أبنائهم ضغطوا عليهم أو أقاربهم ضغطوا عليهم أو هم عندهم أشياء تمنعهم أو حدثت مستجدات عندهم. ليس في المغرب فقط، في كل دولة عربية بعض الشهود كنت أصل معهم إلى مرحلة التسجيل ثم أجد اعتذارا في النهاية لأسباب بسبب ضغوط أو أشياء معينة يتعرضوا لها. فعبد الهادي أبو طالب كانت لديه الشجاعة ولديه الرغبة أيضا في أن يكون شاهدا على عصر الحسن الثاني، وقد كان بالفعل وأدى شهادة أعتبر أنها مهمة وسلط فيها ضوءا كثيرا على كثير من الأمور التي تتعلق بالمغرب في بهذا الموضوع. عملية الإقناع عملية شاقة، عملية بتحتاج إلى نوع من الجهد ومن القدرة على التحاور وكل ضيف له قصة يعني مختلفة عن الآخر في عملية الإقناع. فبعد زيارة وزيارتين اقتنع عبد الهادي أبو طالب بالتسجيل. كنت أجلس معه ساعات مطولة في بيته نتناقش حتى انتهينا من التحضير، ثم بعد ذلك بدأنا في التسجيل، والتسجيل كان في بيته أيضا. وكانت من الأوقات الجيدة لأن كنا بين التسجيل ندخل أيضا في أشياء مقربة، يعني تعرفت على الرجل من قرب، لأني لا أسجل مع أي شاهد إلا ما أتعايش معه فترة في بعض الأحيان تمتد إلى أكثر من عام من زيارات مختلفة. يعني حلقة الأستاذ المرزوقي كانت مؤثرة لدرجة إن إحدى الحلقات المرزوقي كان يتحدث بمصداقية وبطبيعة وبتلقائية وبتجربة إنسانية هائلة. فالإنسانيات التي أظهرها المرزوقي هي التي جعلت الأثر البالغ عند الناس وحتى عندي أنا. الرجل كان يتحدث بتلقائية، أنك تأثرت في إحدى الحلقات، يعني أبكاني أكثر من مرة، أبكاني المرزوقي أكثر من مرة. وإذا رجعت إلى الشهادة تجد يعني الرجل لم يكن يتكلف في الإجابة على شيء، وإنما كان كل شيء حاضرا في ذهنه، كان كل شيء يؤديه بإنسانيته. ولذلك حينما تجد شخص غير متكلف وغير مسيس وليس لديه حسابات ويتكلم من قلبه إلى الناس فتصل رسالته إلى الناس. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.